يا دي تران دين غماني في اللون اللي تلمس ولد مقرم في اللون نص مرحب اسوان ده هيرا نضق غميس نسال لنسف مزيغ فأمسا ذوق بتو يمسلقى أسا وسلوين ثمور ثمس عبد المجيد تبون إذن باسث أورشكا كلاكوتشار زوبان تشيتش أسلوين ثنتي دوك لا أن أغناو ثم سلوفينيا وييت صلاح ذور نسلوين نسقامو غناو نوكذوذ إبراهيم بوغالي ذو مدبر ديوان تسلويث الجمهورية بو علام بو علام ذو مري أمتون ثلغلاف ثنتغو سوين أنبر ذي غريب الجزائريا الوناس مقرما وفذقرا نوم سلقي النس إذن سلوين ثمور سوك ذا سلويث ثنتي دوك لا أغناو ثم سلوفينيا بلي الجزائر ذا سلوفينيا غر سنت اللمعة القاث جار سنت قدرانت ذا ثموقني جار لاريو ينو قادر ذي سغوان اللمعة ونسغت يرنا I am extremely honored and grateful. كان لي شرف كبير أن ألتقي اليوم بالسيد رئيس الجمهورية الذي أهنئه بانتخابه لعهدة ثانية. تحدثنا عن قضايا عديدة وخاصة عن العلاقات الثنائية بين بلدينا الجزائر وسلوفينيا حيث نتقاسم نفس الأفكار بما فيها من احترام وروابط للتضامن. تاريخ بلدينا يعود إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية وأنا جد سعيدة بأن أرى بأن السلطات الجزائرية تقدر التاريخ المشترك بيننا والقيم التي بنيناها معا. أصبح بين سلوفينيا والجزائر عمل نشط مشترك خاصة بعد اعتلائهما لمقعدين بمجلس الأمن، فهما يكافحان من أجل نفس القيم حيث يدعمان بعضهما في تبني القرارات، فسلوفينيا مؤيدة للقرارات الجزائرية المقترحة والجزائر مؤيدة للقرارات السلوفينية المقترحة. السلوية ثنتي دوك لاغنا وثم سلوفينيا ثرني سوكد بلي سلوفينيا سقي الرايس لقدر سوارادنا الغاز اديتاسن صغر الجزائر وبلي المعلقات قدرن تكثر ست ذمسة. العلاقات بين البلدين أصبحت أكثر قوة وخاصة في المجال الاقتصادي، وسلوفينيا ممتنة جدا لإمدادات الغاز القادمة من الجزائر لأن بلدي تأثرت بشدة بتداعيات الحرب في أوكرانيا، وتشكل إمدادات الجزائر بالغاز ما يقارب نصف الطلب السلوفيني. في المقابل تود سلوفينيا بالطبع أن ترد الجميل بحيث نحن مستعدون لتقديم معرفتنا بما أن سلوفينيا بلد صغير وليس لديه موارد طبيعية حقيقية. وفي هذا الشأن لقد أعرب السيد الرئيس عن رغبة الجزائر في الاستفادة من المعرفة التي يمكن أن تقدمها سلوفينيا في مجال الذكاء الاصطناعي، الروبوتات، العلوم، الصيدلة وأيضا في مجالات الزراعة وتربية النحل. السلوية ثنتي دوك لغنا وثن سلوفينيا ثرنيس وكد بليث مقنجر الجزائر ذا سلوفينيا دقم سلقيا الدمث يعاهنت ذا سيول ذو لغي في قتواضل من في الدمث أنه قادر نلقانون الدمث. أرى مقومات كبيرة بين بلدينا في علاقتهما الثنائية والدولية. علينا أن نبقى حازمين وأقوياء ونناضل من أجل احترام القانون الدولي. سنكون صوت المظلومين ومن لا يستطيعون الدفاع عن أنفسهم، وأقصد بذلك الأحداث الكارثية في الشرق الأوسط منذ ما يقارب السنة. سلوفينيا من البلدان التي تعترف باستقلال وسيادة الدولة الفلسطينية. نعتقد أن هذا كان ولا يزال الأمر الصحيح الذي ينبغي القيام به، وسنعمل مع الجزائر سويا بشأن جميع المسائل المطروحة آملة ألا تظل هذه المسائل عالقة لفترة طويلة، لأنه ما يتوجب علينا أن نكون صوتا قويا من أجل السلام. فالحرب في غزة مستمرة منذ أكثر من عام،
ونحصي الضحايا بعشرات الآلاف. والأمر المؤسف جدا للإنسانية هو قتل وإبادة الأطفال، وهذا يعني إبادة وقتل مستقبلنا. ندعو إلى إرساء السلم في غزة، وأدعو نتنياهو أن يوقف حالا وفورا هذه الحرب، فهناك الكثير من المعاناة ولا يمكن البقاء صامتين ونحن نشاهد هذا العدوان، وسنواصل النضال من أجل السلام. Our fight for peace, which I know it sounds contradictory, but it is now fight for peace. Thank you so much. سمكتين وعوذ ولي النساء مسلوي الجمهورية العهد في السن سمور أمقران يخلص أسيو سلوان ثمور ثماس عبد المجيد تبون أوال ست تليفون صغر وماس صاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح الأمير ندول تن الكويت أو مات يستثر ذي سيس من نس ذي سم وقدوذ أكويتي أو مثنا أهني نس أحرص سمكتي نعود ولي نسلوي أن الجمهورية إمير ذاثر إي سلوي النيغ إمقرانا إي سنين وثلاين في بريد أن نصدر لمع القاثن تومات إي مقرانين جار الكويت ذي الجزائر أمكان بدلا سمكتي يا لاريوس قد خصان وقدران أنقرو نغثرار نوقدر نتزرع وغير أمك يقبل ماسوس الوين ثمورث أنشاد أم قران صغر وماس الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح باش أنشاد غير ترزافة الدولت من الكويت أو مات من يستكثر الخير وماس سهمين الكويت ستغوسوين نلمت أمكي قصرفو سلوين الجمهورية المالاوي ماس لازاروس مكارثي تشاكويرا أبرات نهني إي وسلوين ثمورث ماس عبد المجيد تبون فثقارن ولي الناس إيمير ويسن خمسة نسوكا سنسوس مكتيايا يسوكدو سلوين المالاوي إيماس وسلوي باللي ألا يدي ثفرانين نتاد الشارثة في الثيقة أم قرانت وقدود أجزيري ديس ذا القد النون وسجال الأمور لمث أيام قرانت سكغير نسي هن أسلوين الجمهورية المونتينيغرو ماس ياكوف ميلاتو فيتش أسلوين الجمهورية ماس عبد المجيد تبون سمكتين وعاود نولي النسا مسلوين الجمهورية الجزائرية ديمقراطية الشعبية ثماني سوكد أسلوين مونتينيغرو بإيماس أسلوين ثمورث بلي المعلقة ثنتي الدكرة ذا المعاونة ذا المعلقة ثنو مزروي جار إمورا إسنين نهنتي بلا شك ذا الساس يقدر أفهن كمل دوك سقدر المعلقة ثناغ ونسقدر المعاونة ثي جملا نسين غمس وهاد دي ولان سلما فعاد الفايت في قدود النثمورا إسنين يمسلقا أسلوي نلمث ما صالح قجيل دوك خام نسقى مؤسسة يمسلقا إذا انثقارغ إذا انثرباع الثافوسقا ملومت يمسلقا إذا انتسلوية ثنتي دوكلا غناو ثن سلوفينيا أورشكا كلاكوتشار زوبان تشيتش إذا انثرباع ثديوسين يرنس ماني أثلين غير في المعلقة في برلمانيين جار البرلمان ثنث موراي السنين ماني سوكد فو عمل نغير نسنين فدم ثنو صقدر نمعلقة ثيا ذث موقني ذنو مشاورث ويد قبريد نثربعين نثيدو كلاي برلمانيين ورني ذاس أنبدل نثربعين ذث ترزافين غير بعض السنة ويد فدم ثنو مسرني نمسوقني ونمسق نقرغ ويد ذيث مغراويني برلمانيين ندومث ذو قبريد نلخصلات ندبلوماسية أبرلمانية يمسل قوم الغلاف نتغوسوين برا دي غريب الجزائري ماس احمد عطاف السادين نيويورك ويوثلاي اذا نوس الوين تيدو كلامات وثنو ملومين ثمورا فليمون يانغ سوس مكتاي السنعة عطاف الفخر نس اماني يطف اسلويت نتيدو كلامات وذي تزليت نيمير يطفيت اوذ ما كاميروني اوذ ما انت فريق ثماني سوكد اسقدر امقران الجزائر اين التا ذي الخدمة الناس امو سقدر الخدمة انت فريق ذي الخدمة ندمث وذي تيد دوكلا او مميث ام كان بدل لاريوي في الخدمة انت دوكلا او مميث دوك مكن القارة انت فريق دوك سيلي انما تكتورا جان ورنداس
أعذال نسقمو اللامان أممي ذو عاوذ نوسو ير نذكبني النص ورد الندم متفدمت نوسيلينون قموث سريث ذي زمام انتفريق 2063 ذي الحال نورجي أهن غير الندم سا باش أتسن نغ أهن ترجن باش أتسنن تدت نوسال يتوفسر المتاع النيدي تويلات نوحوض نو جملي قرن باللي أنقاذ نثمورا الأعضاء ذي ثربعثن البريك ستعوذ أني قعوذ نسوترن صغر الجزائر باش التدف غير ثربعث يا أسلا يا يير أم العفيد دقلوم سي الفكرث باللي الجزائر التلي سي مزويران نثمورا يطور شحن إوذاف غير ثربعث أي سين غمم بصح تدت ثلورني وسركي سيا إساسن الجزائر ذي الثمن زوث سلطيرن الإميرة الجزائر هضفر بلا شرط نسهم يا مقران وسوس حسي سرعوسي وسوريفايا دقق تخصاني مضبرا الجزائر زمام للبريكس يتوقن تيشت المرض أكمثل الجزائر ذي العضو ذي البنكان البريكس ويت في الدمت نوق ذران دقم سلقين جوهانسبورغ أن قارو ذي غشت ذوق سقوسن 2023 من السيد فن ستة الأعضاء إثرار غير البريكس وبعدن الجزائر بلا السب التقانوني وكسن توريق الجزائر ذي دقائق إن قورا أسوريفا يموقن بلا القانون ما يقصد قود من يغذو قذوف على خطر في العوضة ترعى أربع ثيان البريكس غير وعذال النظام ندمث نميرا إلا نسوياريث صندوق نصورد ندمث ذا البنك ندمث يلزم في أربع ثيان باش التوير ذا قبريد يتليا من يخضاء تخير الأعضاء السياسة وهسو جهشا ونتاث باش أتسيرو الساسن ثربعة البريكس وترزم كروسن أتهقور ذا قبريد يحد ما مخ ودي تليش الشك ذي النية ثربع ثايا من زراب اللي الجزائر تعدى ذي الخصلات الدمسة الجزائر وغرشة مرواس غرت مورا الجناس وحدو تيتسال ذي سوارد ويت بلو ما نمكثا افتقع مرث الناس انت تمز ورودي ثفريك ثو غرس الخصلات ذواق الناس ذي الصيدي الناس ذي التويلات نساس يقدن من رعا غرت مورا يقيم ذي ثفريك ثا وثغوسة استرعاون أكثر نتاث أسقرين الصندوق نصوارد ندومث البنكة ندومث اللان وذسقرين شامين بركة أسقرين ستيكلين الذامسة جزائريث يقدن وسترسنت مبريد يقد غرزاث ويتوكل وثربعث البريكس يسترسن يمنس تفوك الدومث هي يمنس وتزريش سوريف ذا الخصلات للجزائر سذمث ثدة نتاث ثلاثيش تندولت ذي البريكس استخدم زرفنا الفيتو باش تبد قوذمة نوذفنا الجزائر غل بريكس ويت صلو صيد صغر ثمورت نغدي ونويل لاني غل خليج تبدا قوذمة نوذفنا الجزائر ويت ذي الوقت ماني قبل السن الأعضاء ذي ترارن ذي عرابا سيويشت نغير ذي الوقت ماني هتلاغا أربعة ثن البريكس غل ثيل اللين الخدمة ذو بعد فوزير كبانيين الدمث ويتي السكر وسقسي نمتث للفيت وذاف ذهيرا ثربع ثيا إلا نتبعذ فو بريدية ليمن فون قارو وتقيم شا السبت هذه يومين الجزائر غل بريكس أسبعدن الجزائر سو خير بلا الساس الخصلات الدمسة فثفوت نتغوسي وين نسياست يتبين قدب اللي البريكس وطراعاش غر إمورا للندمسة التالين الجزائر سل خصلات الناس الندمسة ذوق للناس دو سوير يقدم ثلا تستاهل التذف غر البريكس اللان في العوضة تلايم وتسقد الدمسة ندمت أتذيثي دت ورعاث تدر ذو كشراف الناس مشتويت الجزائر تكمل ذي ثبديث الناس إذني من الدوكال الناس ذي ثرباث البريكس ذي خامن إياض أموسقام اللاماني تقنن غير ذي الدوكلا أو أماميث الثرباث 77 ورني ذا سرباث حركة عدم الإنحياز وذي ثفوث نوثل الزمس الخصلات الناس الجزائر هو التيليشاسي ثرباث يا وهضرنا وريخث بلا يولي وذي ثفوث نسوجه نسلوي نثمور خلضن تغلو ليثن برج باجي مختار أمور أن ستة طن ندوة واث ظلف صادات أمور مزورو إصبي طراث ظلم جيات ذي برج باجي مختار وذتيم يوين ذي ثراجيت ثربعين نمريرن في الدمث نوث كفل سيموضان قارغ سيموضان دو سخدم نوبريضة طبي نوذا ويث قار سعاد شبه نتاف ترف تمز وروث الدويات التسقنا ونو حاضي سقوضان الديفتيريا أرني غرس الحرجي الزماني سبيطارات الولايات من برج باجي مختار
وإلا نذ توفر قني غير أن تزمار ذي برج باجي مختار التيمياوي نجاس الخرجين انت للجيش الوطني الشعبي غرد النادي بلدنين عشان اللي ورد طائرة دارا للجيش الوطني الشعبي انت للتويتي سفران انجا الخرجين يدي يضغد نسن وبلدنين فالهرة وارغ كل الإمكانيات كانت متوفرة المتاحة لدى الولاية وإن شاء الله سنرى إن شاء الله وضع صحي أحسن في الأيام القادمة أشكرك تم فتح الهياكل الصحية تم تدعيمها بكل المستلزمات الطبية والعتاد والأطقم البشرية من أطباء وشبه الطبيين الآن نحضر شحنة وبأمر من سيد رئيس الجمهورية شحنة الأدوية وهي الشحنة الأولى نتاع الأدوية ونتاع المستلزمات الطبية وبعض اللقاحات والتي تفوق 6 طن هجوريت ذي البروتوكولي تخصني الحالة ياند زمارث ذي الخدمة يلان هتواق على حسب ما تهنى ثاربع ثغنة وثلامان ند زمارث المهم هو تقييم الوضعية الوبائية لكي في المستقبل نكون في ديناميكية استباقية الخدمة ثايا يهمنها التكمال في الدم ثنوم والنص بطرس الحرج ذي التويلاثي لزمن أرني غارسة كفلس الحالاتي التجر ذن ذي تيمياوين ذبرج باجي مختار دقو حريش الفلاح تيمو قمس القيذي الجزائر من الغيغثة في الحالة الفلاح ثا نتنظرو في ذمت تاي التورة جنسيس ذي بريد أنه سقدر النسقار سعاد شبه الفلاحة ذي ثمر ثنغو ثقيم شكس ذي ثوريرين يغثاغ مرثاني جيث من يناف الفلاحة ثن الصحراء ولا التمثال تغف التثليني مسنون وايس الغلثها مقران تدير راقن السيس طبعا نعرف بلي الفلاحة الصحراوية استقطبت اهتمام الدولة لما نشهده يعني من تغيرات مناخية في الشمال وأيضا لما نشهده من حروب في مناطق المنتجة مثل هذه الزراعات الاستراتيجية عبر أيضا إنشاء لوداس اللي هو ديوان وطني لزراعات صناعية في المناطق الصحراوية لما نشهد في قفزة نوعية وتوسيع لهذه المساحات خاصة في الحبوب في النباتات الزيتية على رأسهم دوار شمس وأيضا النباتات السكرية في المستقبل على رأسهم الشمس منظر السكري يعني حاليا الدوله راهي توفر كل الدعم للمستثمرين اجانب كانوا ولا جزائريين من اجل ولوج عالم هذه الزراعات وبالتالي تقليص فاتوره استيراد هذه المواد الرئيسيه لاحظ الصحراوي تهطف مكان الناس ورن ما تدرجين سر مال تغمر في هند دايث يولا نظور غن الصح يتارونه زرع الذيس السياسة الجزائرية منذ السنوات الأخيرة هذه توجهت إلى الجنوب لماذا؟ لأنه في الجنوب عندنا كميات هائلة من المياه المخزونة اللي موجودة وممكن استعمالها مع أخذ بعض الاحتياطات من أهمها المشكل نتاع الملوحة إذا كان تحكمنا في جانب الملوحة هذه وكذلك يعني التقنيات المستعملة بالنسبة للفلاحة ما كان حتى مشكل بالنسبة لمستقبل الجزائر هو بالنسبة للفلاحة وموجود في الجنوب دولة ناغة سنتورا ثرد أهول أروان شتاقية نكوني يوك السفارقية ترى نزمر أن نقابل يسن خطر نسعى وذي غران ذي لاق قنومي نسعى وذي غران قوكي لقي لكاليتي قوكي لقي نسحرا ويعدي لنا نسد قوكي لقي لكابيتال نعبلو النور لاحظ الصحراء وذي هطفة مكان الناس ورن ما تدير راقين سير مال تغمر في هند دايث يولا نظور غن الصح يتارونه زرع الذيس أنا عدا غير يسال النثمور للجناس دو كثرار أن الحالة دي ثمورة الفلسطينيين تحتلن المشينة نجر مصهيوني أث ذي العدوان أبركان فغزة إيواسويس 359 من يظن شهداء في الجارنتية ثانت مفاكتة في العلم الفجر أم السفون قادني غير ذي غزة أم كيس تشهدوا فلسطيني ويشت ذي فثقارة انتيثيه ضد ذي قيطان جبليا ميلا ذي ثغمرت ظهري ثور عاد العسكر الاحتلال الصهيوني يتذف سوغي الغري خامن ويرفذ فلسطينيا مني رفذ 40 ني فلسطينيا نقوانيث وذف سوغي الغري قيضان انبلط ذي نابلس ذي ثمورت لبنان تكملت مفاكت الحرب الصهيونيث ايثاف بيروت ذي قويران ندى لبنان ميلا ثم دين تنصور يوث الاحتلال الصهيوني 6 مفاكت ذي سن البلدات عنقون ذكفر حتى ذو قماس نيسا لن في لباس ني مجراح
أمك أوثيني مفاقين أغير نطيون أمك أسقارن دشي يا حدي بيروت أمك أوثلاي يوثلاي مضبرة حكومية لبنانية فويشتنو مليون أن يوذاني رولن في الدمثن وجرم صهيوني سي سمانتي عدان يسيلي المياواتن الشهداء ذي مجرح ذي المغرب ورعاذ سياسنا المخزن إيقورن إيذ نتجارن لهيوف هدور القارة تفريق ذي الدمث من يلو زنزي اللهيوف نتا ذا بريد مقراني سدفن الصوارد إيث قليث والقضية أمي قرن إسكوبار الصحراء ذا مورسي اتبه دايلنا نظام المخزن يتمرن شايق الخير بوطبه المروك يتوسن سلحشيش نكيف إولاد المركز إو سريدو سرول نلهيوف ذي القران تفريق تضو في الترديس نرهج ثولاد العرف الدوني ثمرة وثامسات إسكوبار الصحراء ذي معلم اللحشاوش نلكيف ذي الهيوف ذي المروك نتاذ ذا مور ذا ينسي ثاخبات نينزقامي مخلاظن ثوير إذني غالن المخزن اللان إسوند ثي الطنس في الجريمات وإذ نوايين نظام المخزن إسرسد معلم ذام قران إذ نوزان الكيف ذي مضبر لجريمات ثي منظمين ذو سرولن الكوكايين إلا ذالينتي ويولا إذ نوزاثي خروسين ويصبح ذا كوميرسي ذام قران مرة لا دروغ ويسقير لخذامين وسري ذو زنزي ولا يشتاي يريد فلاس لامر نوطاف ذو سحبة سنس هم زمام نو فركيث فلاس إديرين في غالن الانتربول أي لان هسر يد اللفظ يحث وهمين يربح الثقة من المخزن وتحضان فلاس سرابس من العسكر من المروك يفولان ان تمثال تاييه بين التخبال تيخد من أسر ولا اللهيوف غري غير ان دونيث سعاون صغل اسم وذي مقرانا ذي العسكر ذات سرثيث ذو الدال ذو النات نصور ذي المروك توذهان سوسر ولا لطنان سيلكيف ذلا دروك سيل مروك غلاباس نتمران تفريق ذي الدونيث تجريت ست هماث ثلاها معجاج يثين الصورة نتمور ثايي أي لا نثول هذا الشهر ثن الكوميرز ذي المخدرات ونتاذ لفساد يثين أزبر نشرع ذي المروك سساوي نمثل ذاين ذي الشرع نييت وذهان ويولا ذي سيسكوبرنا الصحراء ذي الشاهد ذاين ذي ثمسل تايي ويسرسن الشك ذي ثزدي ذي العدل ذن الشرع نتمور ثايي ونتاذ الراي هدي عران السرابس من الانتربول سيقن زوارو سلامر نوطاف في النساء وهي ماشي ذي تغوسير في العاد سي ثوراريني فوحنتنا المخزن أي لا نهبينا ذا دور الناس تورنين ذا القاعدة نوزن زي اللهيوف غير ثموران تفريق ذا ذي الوقت ثماني يجي سرقوالن الكيف قويرن إذ اللفساد ومن عنسك وحاسب نسن ثيانا نوفرزان الرهج نسن ذي القرى مرة في قذوذن التفريق ذا وهتريبا جمني ذي ثزمار ذا نفسي ثنسن السياسة ثنا المروكي خدمن يس المخزن أزدور رق الخذام يجيز دو الزمامات اللي مع القاثن الكوميرس ذا سرثيث إذن ثيموران تفريق ذا وثام سالت نسكوبارنا الصحراء أي لانت وعران تثخبالت النس نتاث هم ذرار مذفل يوسري لفظ حثنا المخزن ذيرار الناس يوسويرين الرهج الناس برا ييميرن دث قليث اللهيوف تورعاده سحقاره قورس وسخدم نوغيل فيوذان ديث باب نيذلس باش تسعد زمام النس أمشو من التطبيع وتغطى في ذروس نلقد النس قار محمد خضرة يرني مغروم ضيق جارنا النظام قلانو يسين شغير زير فوم ذان دوسي قوذ دشعب النس يتدرنق الفقر دوسان نلحيف دي مولانا نتمسني قلان تدرن سودع انتيثا على خاطر السيولن سيمورن نسن إمس بينين تكملن سيري لما ذن الطب قلان وذفن قبري ذاك ذا النظام من المخزن للشغرس أسمارا وصلت عشر شهور ما يمكنش أننا نزيد نصبر أكثر الأبعد من ذلك يعني على الرغم من أنه الطلبة كانوا متشبسين بسياسة دي الحوار وأنه بقوا عقلانيين يتم استفزازهم البارحة بواحد تدخلات أمنية عنيفة اللي زعما ما فهمناش السبب ديالها ما فهمناش علاش هذه المقاربة القمعية اللي تم زعما الانتهاش ديالها وكأنها هي السبيل للحل. المشاهد القاسية اللي شفناها البارح مشاهد اللي يعني تدمي القلب ديال الضرب وديال الركل وديال الاعتقال ديال الطلبة وديال الطالبات أبرياء مسالمين شعار ديالهم ممثل مياه
تصوروا غير دوذم النظن يخمل ذو ذان الحق يستخدمي المخزن باش غاي السيمض الأجندة النس وهذا مديه الناس إصهيونيا وشي ويشهد في الله سيد شيك مولان تمسالت التطبيع في المغرب قرار لا شعبي بدليل كل التظاهرات والفعاليات بل قبل 11 سنة خمس كتل نيابية في البرلمان المغربي وقعوا على مقترح تجريم التطبيع قبل 11 سنة 2013 ثم قبل 7 أشهر وقعنا عريضة شعبية عارمة لإقفال مكتب الاتصال ثالثا التظاهرات لم تتوقف في المغرب على أي مكاسب المغرب يعاني الموقف الرسمي من الإهانة المتكررة بمعنى موضوع الصحراء الذي ركب عليه لتمرير التطبيع تم طعن المغرب رسميا المغرب اليوم في حالة من البؤس ومن العار ومن تيه البوصلة بتيت رجان سيه مورث الله يوف بشاغت سيغ يشعب النس أقلان هعدا في مورنيس مانيها فس فلاس وهبد قوذ موسيول النس في مورنيس انا هاد الماء ما يهبطش علينا يديروا هذاك الشيء كيبقى شغلهم عندهم الزباله فيها الشارج هذاك الشيء كيبقى شغلهم شغل المسؤولين ماشي حنايا ما كاين اللي طلع عليك ما كاين اللي قال لك كي شحالكم لا في الزنزر ولا في هذا الشيء اللي فات كاع ما عمر شي واحد خطر الرجل ديالو يقول لك نطلعوا على هاد الناس اللي كانوا في الجنب نواد واش عندهم شي اضرار واش واكلين واش شاربين راه كنمشيو حتى لقادين هنا ومشيو التيغر نتاعي غير حدانا هنا حنا ما كاين اللي كيذكرنا كاع ما إلا غوذ من النظام من المخزن عجنا في الله السيدار النسن صوت بعك ذو ذاين يتوسنن السوش ميتنسن قيل كولي مورا ونمير أغميس نوصف ثمغرا نوضف وتموقان كل سقوص دي الولايات أن خنش لمن يتموق تازليت في الثلاثة نثمغرا نوضف وموقاذي بو حمامة نتذم سلقيت ليا من كل سقوص في اللحن توفسر ذي سلغلة تام قرانت النظف ويقار عبد الرحمن شبح في الساحة عدان 7000 مقطار نرسن تبحيرين الفلاح تذقي توزو ضفو ذي الولاية خنشلا وتجينا التيلي ذقم كان مزوارو ثمرنا في شعب التفاح ونجحنا فيها ورحنا نوسع ومازال نوسع في المشاريع نتاعنا ورحنا فرحانين بالسوق اللي دارونا السوق اللي هنا في بوحمامة نتاع التفاح وزادوا دارونا باراج اللي هنا نشترسقوا عندك خدامين من كل ولاية تمرشت عقب غليزين عقب منا تيجي وجو قاع يشترسقوا هنا وإذا مبذاي ذي الحمل تمكاس وضفوا ذي خنشلا إلا وسرسي مفسرنا الفاكيثايا ذي السوق غناو وضفوا ذي بوحمامة اليوم قامت التعاونية بالمشاركة في هذا المعرض وتحدث عن الغراسة المكثفة هذا الغراسة الحديثة اللي عملت التعاونية على إدخالها هنا في ولاية خنشلة وتوسيع الغراسة المكثفة في العديد من البلديات حيث أعطت نتائج يعني جديدة ومبهرة هذه النتائج يعني عكست أنه وصلنا لإنتاج حبات يوصلوا ل 800 جرام لضمان ديمومة إنتاج التفاح بكميات هائلة نضمنه الاكتفاء الذاتي ندعو السلطات إلى تسهيل في إنشاء حواجز مائية ترابية على مستوى الأودية الصغيرة لكل البلديات نشي نتقل الغلث لو تنسيش نولا نبدأ نخدم ذيس وباش نخدم لازمنا تقنيين هذي لين لازمنا هذي البيرو تقنيين ذي بو حمامة أكين عاد ما مشي تخدم السجر وما مشي الطايد وذم ويس ثلاثة أنا العيدة غنى وضفوا إزراس قواسا شارك نمياني من أولا ذي في اللحن تغمار أرقه للفاكيثايا المطلب الرئيسي تاع المواطنين باش يستمروا في إنتاج هذا الشعبة هو وفرة الماء الحمد لله بدينا في مشروع إنجاز تاع السد واد الأزرق وقلصنا يعني الأجال إلى سنة يعني هو كان 18 شهر رجعناه إلى سنة إن شاء الله وبدينا كذلك في الانطلاق تاع البرنامج الاستعجالي في إنجاز يعني الحواجز المائية اللي تساعد كثير يعني هاد الفلاحين أرناي ذي الغلذ ذو عدي ذي سن إيميلياني قنطارا سق سويني فلاحن وظفو ذي خنشلا سلخصوص ورنتو ثليث فسكايني باراجا ذي مكان نلومي أمامان وسني سيجدا أمانة تخسين هبحيرين وسسوي للآلاف أم أقتار أن تستوظفوا سثم غرايا نوظفوا نخلض غير ثماريت وغميس نوسا ثنمير فوس غد نون سوال دم قران في اللون